لكن بالمناسبة تصريحات الكابتن أحمد بلال امبارح، وده شق آخر بتكلم فيه وبتكلم عنه في إطار الخبر، لأن أبدا عمرنا إحنا ما كنا بنجري ورا ترند. برضو اللي متابعنا قوي عمره أكيد ما شافنا بنجري وبنبحث عن ترند ونبحث عن اللقطة وكلام من ده. إحنا ناس بتوع شغل، إحنا ناس بتوع خبر، بتوع معلومة، ده اللي دايما مركزين عليه. لكن بما إن المداخلة دي أدت لمعلومة مهمة قوي لازم أقولها دلوقتي طبقا للي عرفناه، فطبيعي إن أنا هقولها. لأن النهاردة تصريحات الكابتن أحمد بلال اللي قالها معانا امبارح في بلاس 90 كانت مسار حديث لاعبي نادي الزمالك داخل غرف الملابس قبل انطلاق المباراة. والتصريحات اتخذت بالشكل التحفيزي الكبير، بل الكبير للغاية، في إطار تحفيزي. كلام كان موجود النهاردة في غرفة الملابس في نادي الزمالك، انتوا شايفين اللي بيتقال، انتوا واخدين بالكوا الناس بتتكلم علينا ازاي، احنا لازم نرد في الملعب. فكان في جزء، رغم اكيد لن اتفق ابدا على اي تقليل من اي نادي كبير او اي نادي جماهيري او اي كيان، يعني ده امر غير مقبول، لكن الجزء الايجابي اللي جه من المداخله دي ان الكلام التاخد، ركز معايا، الكلام التاخد عند لعيبه نادي الزمالك في اطار التحفيز، اللي هو احنا ما ينفعش يتقال علينا كده، لا احنا تعالى بقى في الملعب نرد على اي حد بيقلل او نرد على اي حد شايف ان احنا للدرجه دي ممكن ما نكسبش. فبالفعل كل التصريحات وصلت لاعبي نادي الزمالك واتخذت في الاطار التحفيزي، وده شق ايجابي جدا، شق ايجابي جدا، ودي معلومه انا بقولها لحضراتكم. ايجابي في انك خلقت لنفسك دافع اضافي غير الدوافع الطبيعيه اللي بتتعلق بمباراه قمه، اللي بتتعلق ببطوله قاريه، اللي بتتعلق بكاس سوبر افريقي، الدوافع الجماهيريه المعروفه، كل الكلام ده موجود سواء عند الاهلي او عند الزمالك. لكن هناك بعض الدوافع الإضافية اللي اكتسبها لاعبي نادي الزمالك من خلال هذه التصريحات. فبالتالي مش قادر أوصف لك كم الغل الكروي اللي أصبح يتمتع به لاعبي نادي الزمالك بعد ما قروا وسمعوا التصريحات دي. فده ممكن يكون امر جيد جدا بالنسبه لجماهير نادي الزمالك بعد يسمعوا خبر زي ده. الشق الاهم بقى بخلاف الجزئيه دي ان انا عجبني قوي قوي كم الصفحات الاهلاويه وكم الجماهير الاهلاويه وكل من ينتمي للنادي الاهلي اللي رفض التقليل تماما تماما من نادي الزمالك وقيمته، واكد او ده اللي وضح من خلال اللي انا شفته، وربما كل اللي تابعوا واهتموا بالموضوع شافوا اهلاويه كتير قوي بيتكلموا على احترام الزمالك وقيمه الزمالك وامكانيات الزمالك، وده امر يا جماعه لا غبار عليه. انا حاسس ان احنا بنتكلم على حاجه اصلا هي مش محتاجه نقاش، هي حاجه مش محتاجه نقاش، لكن أما وإن التوضيح وجب فكان لازم يحصل. أما وإن التوضيح كان يتعلق بالبرنامج نفسه وبمقدم البرنامج نفسه فكان لازم إن احنا نطلع نعلق ونرد ونوضح. فدي جزئية غاية في الأهمية. أخيراً تاني عشان أقفل القصة دي تماماً، كل الاحترام والتقدير لكل الأندية الشعبية والأندية الجماهيرية والأندية الكبيرة وعلى رأسها طبعاً أندية الأهلي والزمالك بجماهيرهم بكيانهم بكل حاجة، كل الناس اللي متابعنا عارفة الكلام ده كويس جدا، مش محتاجين إن احنا نبرر.